جميل اداني بريف كده عن المخطط او عن الرؤيه بتاعته للتطوير، يجيب لي دراسه جدوى اقتصاديه وفنيه وعلميه للمردود بتاع تطوير المزارع، للمردود بتاع تطوير المفرخات، للمردود بتاع المعامل اللي عندنا التشخيصيه والبحثيه. ما ينفعش ان انا هيئه سوى سمكيه وبشرف على كل المزارع السمكيه الموجوده في مصر، سواء قطاع خاص ولا عام ولا رجال اعمال ولا قوات مسلحه ولا ولايه الهيئه، وما يبقاش عندي معامل على اعلى مستوى لتشخيص الامراض، لتحليل المياه، لتحليل التربه، لدراسات بيئيه، لدراسات بيولوجيه. انا عارف ايه اللي موجود في البلد، يعني مش يعني الجامعات المصريه بكل ما فيها من امكانيات هي حاجات خاصه بالجامعات، والدعم بتاعها اللوجستي بالنسبه للمزارع السمكيه يكاد يكون محدود. انا عارف الجامعات كلها وعارف ايه اللي موجود فيها، يمكن المكان الوحيد معهد بحوث صحه الحيوان بما له من معامل فرعيه موجوده في مختلف المحافظات، ودول برضو المعامل ديت معامل ما هيش للاسماك فقط، لا ده عندهم صحه اغذيه وعندهم دواجن وعندهم انتاج حيواني وعندهم لقاحات وعندهم يعني 10% من شغلهم اسماك. بس هي الثروه السمكيه بكل ما فيها من طاقات ومن امكانيات ومن خبرات ما ينفعش ما تكونش فيها حتى المعمل المركزي لتنميه الثروه السمكيه، حتى المركز الدولي للاسماك. انا عشت في ده وعشت في ده وعارف الامكانيات اللي موجوده. الهيئه الثروه السمكيه هيئه كبيره لها مكانه كبيره لها اهميه كبيره، يجب تكون على المسار الطبيعي واللي المفروض تكون عليه. احنا عايزين المعامل مش شرط اقول بحثيه، احنا برضه ما احناش جهه بحثيه، لكن ممكن ندخل بعمليه بحثيه، لكن احنا جهه تشخيصيه، جهه خدميه، جهه بنقدم كل المتطلبات بتاعه الزراع السمكي من الالف من اول التفريغ لغايه الانتاج وجوده المنتج. فلازم يكون عندي معامل لتقييم جوده المنتج، لازم عندي تكون معامل لتقييم الاعلاف اللي موجوده في كل المحافظات وفي كل المصانع، لازم يكون عندي معامل لتقييم الانتاج والنمو بتاع السمك، لازم يكون عندي معامل لتقييم كفاءه المفرخات، لازم يكون عندي معامل لتقييم جوده الميه، لازم يكون عندي معامل لتقييم التربه ومواصفاتها وخصائصها الصالحه والغير صالحه للزراع السمكي. في زميلتين اتكلموا عن المعامل، عايز دراسه كافيه. الزميل اللي اتكلم عن المزارع السمكيه في المزرعه بتاعتنا عايز المزرعه الثانيه لان الثالثه متاجره. الاخوه اللي ما اتكلموش عن الفراخات او اتكلموا كنت استدعيت ولا ايه؟ انا محتاج خطه تطويريه للمفرخات السمكيه اللي موجوده عندنا. الاخوه اللي اتكلموا عن المفرخات البحريه انا عايز اعمل مفرخات، في بنعمل حاجات بدعم اجنبي هتبقى موجوده في بورسعيد وفي الكيلو 21، بس احنا محتاجين اكثر مفرخات بحريه. تمام؟ الاخ اللي اتكلم عن المصايد ادينا له التكليفات يشتغل هو والاخوه بتوع شمال سينا وجنوب سينا ومجموعه المصايد كلها. الموضوع ده محتاجين جدا نحط له قواعد، عايز ملف 100-200 ورقه يتكلم على كل ما يخص المصايد، لان كل مرحله لها مشكلتها، ضغوط بقى واعضاء مجلس الشعب ومش عارف الصيادين والبحيرات، يعني كل الملفات دي لازم نتعاون مع بعض. انا داعم تماما ليكم، انا مقدر الدرجات العلميه وما بذلتموه من جهد للحصول عليها. اي حد عنده اي مشروع في خدمه الثروه السمكيه او في خدمه البلد انا داعم ليه، وربنا يوفقكم، وانا سعيد جدا بلقائكم واشكركم جميعا. اخر كلمه يا جماعه، بشكر الدكتور صلاح على اتاحتنا فرصه جميع الحاصلين على الدراسات العليا انهم يتقابلوا معايا. شكرا لحضرتك دكتور صلاح، بشكر كل زمايلي في كل المناطق، ان احنا على بعد على مدى 20 يوم واحنا بنحاول نجمع قاعده بيانات للحاصلين على الدراسات العليا وان هم يقدموا مشاريع تنفع، واحنا بسم الله ما شاء الله حضرتك فعلت كذا مشروع وده هو كان الهدف من اللقاء. بنشكر حضرتك جدا، بشكر زمايلي جدا جدا جدا، وسعيده بكم جدا. سلام.